الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع مثال آخر على كيفية تقدير معلومات نموذج PROPET. Example on the estimation of PROPET model parameters. أرجو أن يكون فيه الفائدة القصوى لكم جميعا أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. قدمت في مقطع سابق كيف نشتق معادلة انحدار لنموذج PROPET الاحتمالي، كيف نشتق هذه المعادلة. في هذا المقطع أقدم مثالا آخر على طريقة تقدير معلومات النموذج. لنفترض بأن لدينا البيانات الآتية عن ماذا الآن؟ فئات الدخل income لمجموعات من الأسر، هذه المجموعات NI، وعدد الأسر التي تمتلك بيوتا، إذن N الكابيتال سب I اللي هي مجموعات الأسر، والأسر التي تمتلك بيوتا مقابل فئات الدخل N الصغيرة سب I. هذه البيانات الآن، هذه مجموعات الدخل. طبعا الدخل هنا بوحدات اعتباطية، 5000، 5 ملايين، 50 ألف، وهكذا، فخمسة، تسعة، 12، 17، وهكذا إلى أن تنتهي ب40. طبعا هنا يعني كان الدخل يرتفع إلى أن وصل حد أقصى 58 ثم انخفض. مجموعات الأسر، فئات الأسر مقابل كل مستوى دخل، 35 أسرة مستوى الدخل لكل واحدة منها خمسة. هنا الآن 45 أسرة مستوى الدخل لكل أسرة تسعة، وهكذا البقية. آخر إشي الآن 20 أسرة مستوى الدخل لكل أسرة 40. عدد الأسر التي تمتلك بيوتا من هذه الأسر الفئات مقابل مستوى الدخل كانت 5 من 35، 10 من 45، 16 من 68، وهكذا إلى أن انتهينا 15 من 20. بناء على هذه البيانات نقوم بحساب التكرار النسبي relative frequency لكل فئة تمتلك بيوتا من مجموع الفئة المقابلة. أي نقسم NI، هذه NI نقسمها على NI الكبير، NI الصغير على الكبير، بمعنى آخر 5 على 35، 10 على 45، 16 على 68، وهكذا إلى أن ننتهي 15 على 20، فيعطينا ما يسمى بالrelative frequency أو التكرار النسبي. الآن تقريبا 14% تقريبا من الأسر التي دخلها خمسة وحدات، يعني 5000 ولا مهما كانت وحدات القياد، تمتلك الآن بيوتا. 22% من الدخل من الأسر التي دخلها تسعة، 23% من تمتلك بيوتا طبعا من الأسر التي دخلها 12، 31% تقريبا، يعني مع الأخ باعتبار الأجزاء إلى يمين أول رقمين، وهكذا إلى ننتهي 75% من الأسر اللي دخلها 40 تمتلك بيوتا. الآن نبحث عن قيمة المتغير الطبيعي ZI المقابل لكل واحدة من هذه، أو يعني كل تكرار نسبي 14% فاصل 2، 286، 222، 23%فاصل 529، وهكذا إلى ننتهي القيمة الزي مقابل 75%، وهكذا. نكمل من جدول التوزيع الطبيعي المتغير زي آي، نجد بأن الآن هاي التكرار النسبي، هاي قيم زي آي. من أين أتنا بزي آي؟ أذكركم هاي التوزيع الطبيعي الآن لزي آي. زي آي طبعا من ماينس ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، لكن أكبر قيمة بالجداول عادة اللي نجدها في الكتب أو حتى على الحواسيب بتكون سالب 3.9، وأعلى قيمة موجب 3.9 أو 99%، وهكذا. فمثلاً الـ14% هذه، هاي 14.28% القيمة الزين مقابل لها هي، لاحظوا لي هاي 14% نجدها هنا 14.23 تقريباً هي يعني هذه القيمة مقاربة لهذه القيمة، لو يعني كانت زيادة بسيطة ونقصان بسيط لا يؤثر على الحساب. فالقيمة المقابلة لها اللي هي 1.07، وهذه إذن فاصل هكذا، إذن الآن 1.07، وهكذا. القيمة الثانية يعني اخترت واحدة من القيم السالبة. الآن قيمة موجبة هو ليست موجودة هنا، لكن لاحظوا لي أنه مقابل
يعني أنا أريد الآن ما هي قيمة زي المقابل لهذه التكرار النسبي هذا؟ 68%. 68% حتى يصبح 100%، فأنا بحاجة لكذا بالمية، وجدت هنا 31.92. إذا قيمة زي المقابل لها بالجانب الموجب، لأنه زي توزيعها طبيعي الآن معياري لكنه متماثل حول الصفر، يعني المساحة إلى يسار الصفر تساوي المساحة إلى يمين الصفر، حتى يصبح هذه القيمة 100%، فأنا بحاجة إلى 31 أو ما يقرب من هذه القيمة، وبالتالي قيمة زي بتكون فاصلة، هذه هي عندي فاصلة سالب، طبعا فاصلة سالب 0.47. إذن هنا وهكذا بقية القيم. نكمل على بركة الله. نقوم الآن بتقدير الانحدار بواسطة المعادلة الآتية. الآن زي آي اللي هي المتغير المعياري الذي حسبناه هنا، رجاء حسبناه هنا هذا المتغير المعياري. الآن هذه نعمل يعني نقوم بانحدار بسيط على الانكم، A زائد B في الانكم زائد إبسلون الخطأ من البيانات السابقة ذكرها، وهي هذه البيانات الآن، هذا الانكم مستوى الدخل، وهي الزي آي اللي هي قيمة المتغير الطبيعي المعياري من الجداول. وجدنا بأن الآن هذه القيم نعمل نقوم بين يعني هذا انحدار على هذه القيم، كانت النتيجة كما يلي: زي آي هات تساوي سالب 1.03975 زائد 0.033148 في الدخل. كيف نستخدم هذه المعادلة في حساب الاحتمال؟ نكمل. يمكن حساب احتمال امتلاك بيت مقابل أي مستوى من الدخل كما يأتي. الآن هذه زي آي اللي حسبناها قبل قليل تساوي سالب 1.03975 زائد 0.033148. لنفترض بأننا نرغب بحساب احتمال امتلاك أسرة دخلها 2 وحدتين، 2000 ولا 200 ألف، مهما يعني وحدات القياس هنا مجردة لبيت. شو الاحتمال؟ نقوم في هذه الحالة بالتعويض 2 مكان الانكم. أوكي؟ إذن زي آي تساوي سالب 1.03975 زائد 0.033148 في 2، بيكون بالحالة هاي وجدنا قيمة زي آي هذه، إذن بتكون بالسالب، سبحان الله، تساوي سالب 0 يعني 0.97345. من جدول الطبيعي الآن نجد بأن القيمة هي، لاحظوا لي، سالب 9.7 تقريبا هذه القيمة، يعني هذه القيم إلى اليمين لا تؤثر كثيرا، فتساوي تقريبا 16.6%، 16% أو تقريبا أقل من 17% بقليل. وهكذا أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة المرجوة لكم جميعا أحبة الطلبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.